السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا بالمحاضرة السابقة عن الـ Symmetrical Component، وتطرقنا أيضا إلى هذا المثال، وعرفنا أنه بإمكاننا تحليل الـ Asymmetrical Fault إلى ثلاثة مركبات، اللي هي الـ Positive Sequence والـ Negative Sequence والـ Zero Sequence. واتفقنا أيضا أنه رقم واحد يمثل الـ Positive Sequence، رقم واحد يمثل لي الـ Positive Phase Sequence، ورقم اثنين يمثل الـ Negative Phase Sequence، والـ Zero أو الصفر يمثل لي الـ Zero Phase Sequence. اليوم راح نكمل بعض الأفكار المتعلقة بالـ Symmetrical Component، وإن شاء الله أيضا نأخذ بعض الأمثلة. هسه مثل ما يعني بالشكل اللي موضح أمامنا، التيار اللي بالريد لاين، يعني التيار اللي هسه حاليا يسري بالريد لاين، الار اتفقنا انه الريد لاين. هسه التيار of the current of red line شي يساوي لي؟ يساوي لي مجموع التيارات اللي هي الـ يعني الـ positive sequence والـ negative sequence والـ zero sequence. إذن التيار اللي بالريد لاين راح يكون مساوي إلى ثلاثة مركبات، اللي هي الـ positive sequence of red line current، negative phase sequence of red current، zero sequence of the red current. أيضا نفس الشيء بالنسبة لمن التيار اللي يسري باليلو لاين، نفس الشيء ايضا راح يكون عبارة عن مجموع الـ IY1 IY2 IY0. نفس الشيء بالنسبة لمن التيار اللي يسري بالبلو لاين، يعني التيارات الريد والواي والبي عبارة عن مجموع الثلاث مركبات. إذن هذا هنا ذولا نخليهم داخل مربع، راح نستفاد من عندهم هسه. طبعا احنا يعني اتطرقنا انه الـ IR1 شنو، يعني شنو نقصد بالـ IR1؟ الـ IR1 اتفقنا انه يمثل الـ positive phase sequence، والR تمثل الريد لاين، والI يمثل current، يعني هذا الI يمثل التيار ريد لاين positive sequence، يعني هسه هذا positive sequence component of red current. هذا شو يمثل لي؟ يمثل لي negative. ليش negative؟ لأنه 2 ويا رقم 2 negative phase sequence component of red current، هذا يمثل لي الزيرو sequence component او zero phase sequence component of red current، يعني اسف of the current in the red line، يعني بالخط الاحمر او الخط الازرق او الخط الاصفر. نفس الشيء بالنسبة للـ IY والـ IB، نفس الفكرة، نفس فكرة الـ Red Current، يعني آسف الـ Red اللي يسري بالـ الـ Current اللي يسري بالـ Red Line. تمام، هسه عندنا بعض الملاحظات. أول ملاحظة هنا The Positive Phase Sequence Current، واللي هي الـ IB1 والـ IY1 والـ IR1
والنيجاتيف سيكونس كرنت اللي هي الـ IR2 والـ IY2 and IB2 and zero phase currents اللي هي IR0, IY0, IB0. هذول كلهم راح يشكلون او يكونون الـ balanced system of current. هذول كلهم راح يكونون لي الـ balanced system of current, ولذلك احنا نسميها symmetrical component. symmetrical component of the unbalanced system. انا النظام اللي منطيني اياه هو unbalanced, زين, غير متزن. لكن ليش نسميه احنا symmetrical component؟ هذا النظام الـ unbalanced راح ناخذه ونحلله الى symmetrical components. symmetrical component اللي هي البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو. البوزيتيف هو راح يكون مطابق للسيستم الاصلي, النيجاتيف راح يكون عكس السيستم الاصلي, والزيرو same magnitude, there is no phase sequence between the current. هذه بالنسبه للنقطه الاولى. النقطه الثانيه, السيمتريكال كومبوننت يمكن تطبيقها هي على التيار وعلى يعني على التيارات نقدر نطبقها, ونقدر نطبقها ايضا على الفولتي. هذا بالنسبه لمن للنقطه النقطة الثالثة أيضا اللي هي الـ symmetrical component don't have separate existence. شنو يعني؟ يعني هي ما إلها وجود منفصل أو ما إلها وجود فعلي. symmetrical component هي ما إلها وجود فعلي, هي مجرد مركبات رياضية للتيارات الغير متزنة. يعني هي مجرد عملية رياضية نستطيع من خلالها حل الـ asymmetrical or unbalanced current or voltage فقط, لكن كوجود فعلي إلها لا, هي ما موجودة. النقطة الأخيرة, هاي النقطة مهمة. In a balanced three-phase system, بالنظام المتزن وليس الغير متزن, a balanced three-phase system, شنو عندنا هنا؟ عندنا negative and zero-phase sequence. Currents are zero. يعني هنا بالنظام الـ balanced three phase, مو unbalanced, بالنظام المتزن ايش راح تكون عندي؟ راح تكون عندي الـ negative والزيرو phase sequence are sequence current, يعني راح تكون مساوية للصفر. يعني negative والزيرو sequence component راح تكون مساوية للصفر, وعليه فقط راح تكون عندي الـ positive phase sequence component. هذا هو كما موضحة بالمثال. هسه هاي إن شاء الله راح تكون موضحة أكثر بالأمثلة طبعا, لكن إحنا ما نقدر نروح مباشرة للأمثلة قبل ما نمر على يعني هذه التفاصيل. هسه عندنا الأوبريتر أي, أو نقدر نسميه أوبريتر ألفا أو إتش أو أي رمز إحنا نرمز له. هذا الاوبريتر اي هذا راح يساعدنا هواي بالحل وايضا بالاشتقاق. باختصار نقدر نسميه الاي او الفا او اتش او لمدا الى اخره, اي يعني اي رمز نقدر ننطيه, فماكو مشكله. احنا هسه خلينا نتفق هو مثل ما هو مسميه اي. هذا الاي هو مساوي الى 1 مضروب في زاويه 120, هذا بنظام البولر, بنظام 120 اسف بزاوية 1 مضروب بال 120. طبعا هنا هو تيار, هذا تيار اي وليس 1, لكن هنا هو بادي من الاشتقاق من الصفر, لكن احنا ما مطالبين بهذا الاشتقاق. هنا فارض انه التيار, اذا عندي تيار يساوي التيار, فهذا راح اضرب, يعني راح اضربه بالاي على اعتبار انه الفيز سيكونس اللي راح يجي هو راح يبتعد عنه بمقدار فرق طور 120 درجه فقط, كقيمه هو مساوي للقيمه. فهذا راح يكون, هذا راح يختصر, وهذا راح تبقى عندي الاي يساوي 1 مضروب في 120 درجه. هذا بنظام البولر. بنظام الريكتانجولر راح يكون مساوي الى هذا المقدار.
إذن الألفا بالبولر تساوي بولر راح تساوي لي 1/120، وهنا هذا بنظام الريكتانجولر راح تساوي لي سالب 0.5 زائد ان جي 0.866. جيد، احنا شنو يعني شنو اللي راح نستفاده من هذا الاي، شنو اللي راح يفيدنا؟ هذا اللي راح يفيدنا كالاتي بالنظام المتزن بالانس سيستم. هسه عندي هذا مثلا التيار اللي هو هذا اي، بي هو مساوي للاي، البي هو مساوي للاي بالمقدار، لكن بفرق طور او زاويه اللي بيناتهم هي 120 درجه، هي 120 درجه. فشنو اللي راح اقدر اسوي؟ فاقدر اقول انه البي يساوي اي سمول في اي كابيتال، يعني هو نفس القيمه مال اي كماجنتيود بفرق طور 120 درجه. ايضا هسه نتعرف عليها بعد اكثر. هنا عندنا السي السي هي كقيمه مساويه للبي ومساويه للاي، ولكن بفرق طور 120 درجه عن من؟ عن البي، و240 درجه عن من؟ عن الاي. اعيد، السي كماجنتيود كقيمه هي مساويه للبي ومساويه لمن؟ للاي، لكن فرق الطور بينها وبين البي، يعني الزاوية اللي بينها وبين البي هي 120 درجة كما موضحنا، وأيضا الفرق بينها وبين الأي هو 120 مضاف إلها 120 راح يصير عندي 240، يعني 240 هو فرق الطور أو الزاوية اللي بين السي والأي. فإحنا بما أنه عندي الأي تساوي زاوية 120، فش احتاج هنا؟ احتاج انه امثل السي، فش احتاج؟ احتاج امثل الاي تربيع، احتاج امثل الاي تربيع اللي هي عبارة عن 120 زائد 120، يعني الاي تربيع مضروبة في التيار اللي يعني اما ناخذ يعني اي او ناخذ الكرنت. هنا التيار متساوي، مساوي هنا، مساوي هنا، مساوي هنا. فبما انه قيمة التيار هذا دائما الاي ناخذه كرفرنس، يعني فنعتمد هسه هنا عندي تيار قيمته اي، هنا عندي ايضا تيار قيمته اي يعني مساوية لهذا التيار اللي موجود بالاي، لكن بفرق او بزاوية 120. فبما انه 120 اقدر اقول 120 مضروبة في التيار، 120 مضروبة في التيار، 120 أعوض عنها بمقدار أي. هنا سي أيضا بها التيار I، هو نفس التيار اللي موجود بالأي ونفس التيار اللي موجود بالبي، ولكن بفرق طور 240 عن من؟ عن الأي. فراش راح أقول 120 زائد 120 راح يصير عندي 240، 240 أقدر أعوض عنها بأي تربيع I. هاي الفكرة من الأي أو operator of A، operator A. هنا عندنا بعض المعلومات أنه الأي تربيع هذه مقدارها بالركتانجولر، هذه بالركتانجولر وتساوي 1 الزاوية 240 بالبولر. أيضا عندي بعض المعلومات اللي قد تفيدني أنه هاي لازم نحفظها طبعا، أنه الأي تكعيب تساوي 1. نقدر نتأكد طبعا عن طريق الحاسبة. شلون نقدر نتأكد الأي تكعيب؟ يعني أروح للحاسبة وأدخل قيمة الأي هي 1 في الزاوية 120 بنظام البولر وانطيها تكعيب، راح تشوفها يعني تصير عند الناتج ينطيني 1. تمام، ايضا اقدر استفاد من هذا المقدار،
أيضا عن طريق الحاسبة. A زائدا A تربيع يساوي لي سالب 1. هذا عندي هذه المعادلة جدا مهمة أيضا. 1 زائدا A زائدا A تربيع يساوي 0. بالإضافة إلى أنه إيش عندي بعد؟ عندي هذا المقدار اللي هو A ناقصا A تربيع شو يساوي لي؟ يساوي لي J في جذر 3. هذا أيضا بالركتانجولر ما أعرف، بالحاسبة نقدر نحوله مباشرة للبولر، وإن شاء الله أيضا نسوي لنا فيديو بسيط شلون نقدر نستخدم البولر والركتانجولر عن طريق الحاسبة. بعض الخصائص أيضا نقدر هنا هم يعني نقدر نضيف أنه عندنا أي أس 5 تساوي أي تربيع، أيضا عندنا أي أس 4 تساوي أي، نقدر نضيف الخصائص السابقة. هسه هنا مثل ما تعرفون احنا اتفقنا انه التيار اللي يسري بالريد لاين هو عبارة عن مجموع البوزيتيف هذه البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو سيكونس، هذا بالنسبة للريد لاين. الواي لاين نفس الشيء، البلو لاين نفس الشيء، فهذا راح يعني يمثلها بالرسم حتى يقدر يطبق عليها الاي. يعني راح نعيد نفس الكلام اللي حكيناه هسه لكن بتفاصيل نوعا ما مختلفة، لكن نفس الفكرة. هسه هنا عندنا هذه هذا النظام او هذا راح يكون عندنا هذا الاي ار. الدوران دائما هو الافتراضي هو عكس عقرب الساعة، عكس عقرب الساعة. هذا هنا راح يمثل البوزيتيف سيكونس. شلون عرفت انا مباشرة عرفت البوزيتيف سيكونس؟ مباشرة مبين من الـ IR1 عرفته Positive Sequence IP1 IY1 خلص، هذا الـ Positive Sequence. الرسم اللي بصفه IR2 هذا الـ Negative IY2 IB2 هذا الـ Negative Sequence. شون اللي فرق عن الـ اللي اختلف عنه بشغلتين أساسيات البوزيتيف عن النيجاتيف. أول شيء عندنا رقم واحد، هذا رقم واحد، واختلف عندنا السيكونس. السيكونس بالنسبة للبوزيتيف هسه إذا نشوفه R Y B، هنا فقط ال R تبقى ثابتة، ال R تبقى ثابتة مكانها يبقى ثابت. هنا شو راح يغير؟ راح يغير ال P وال Y. هنا شوفوا هنا P هنا Y، هنا Y، هنا B، هذا صار النيجاتيف سيكونس، يعني عكس السيكونس مال البوزيتيف. النيجاتيف هو عكس السيكونس مال البوزيتيف، والبوزيتيف هو مطابق أو نفس السيكونس of the original system. تمام، هسه راح نجي نعوض عن أو نستخدم الـ A هنا. هسه هذه IR1 IB1، نقدر نعوض عن الـ IB1 أي مضروبة في الـ R1؟ نعم نقدر. ليش؟ لأنه الـ IB1 الـ IB1 هي تماما نفس الـ IR1، نفس القيمة كماغنيتيود، لكن بفرق طور 120 درجة. جيد، إذن نقدر نعوض عن الـ IB1 120 درجة مضروب في الـ IR1. 120 درجة نقدر نرفعها ونخلي بمكانها A. خلاص هنا الـ IY1 الـ IY1 هو نفسه الـ IB1، هو نفسه أيضا الـ IR1، نفس المقدار نفس الماغنيتيود، لكن بفرق طور 240، هاي 120 وهذه 120، بفرق طور 240 درجة عن من؟ عن الـ IR1. واضح؟ فهنا أقدر أقول أنه الـ IY1 يساوي أي تربيع مضروب في الـ IR1؟ نعم نقدر.
إذن خليناهم كلهم بدلالة الـ IR1. هذه IR1 ظل ثابت مثل ما هو. الـ IB1 وخرته وخليته بمكانه أي مظروف في الـ IR1. منين إجتني هاي؟ على اعتبار أنه الـ IB1 هو مساوي بالقيمة للـ IR1، لكن أكو زاوية بيناتهم 120. هذه الزاوية اللي 120 هي نقدر نمثلها بالـ A، فراح يصير عندنا A مضروب في الـ IR1. نفس الفكرة بالنسبة للـ IY1، فرق طور بينها وبين الـ IR هي 240. 240 راح نرفعها نخلي مكانها الـ A تربيع مضروب في الـ IR1. هذا بالنسبة للـ positive. بالنسبة للنيجاتيف نفس الفكرة، أيضا الرفرنس مالتنا راح يبقى ثابت الـ IR2. نجي المن للـ IY2. الـ IY2 هو نفس الـ IR2 لكن أكو فرق طور بيناتهم 120 درجة، فراح نقول أي اللي هي 100 تمثل لل 120 يعني واحد في زاوية 120 مضروبة في الـ IR2، كلهم راح أخليهم بدلالة الـ IR2. جي اجي للـ IB2 هو يساوي لي الـ A تربيع في الـ IR2. ليش A تربيع؟ لأنه فرق الطور بيناتهم 240 و 240 أقدر أعوض عنها بالـ A تربيع في الـ IR2. نجي المن للزيرو سيكونس. الزيرو سيكونس هو الـ IR2 IR0 IY0 IB0. هنا أقدر أخليهم كلهم بدلالة الـ IR0 لأنهم كلهم يعني كلهم متساوين بالقيمة كماغنيتيود، وماكو زاوية بيناتهم، ماكو فرق طور بيناتهم، أو زاوية فرق طور بيناتهم هي صفر، بالتالي ما راح نقدر نستخدم الـ A بالزيرو سيكونس لأنه فرق الطور بيناتهم هو صفر. كلهم أقدر أعوض عنهم IR0. ليش؟ لأنهم كلهم مساوين بالقيمة، أو كلهم أيضا أقدر أعوض عنهم IY0 أو IB0، لكن أنا بما أنه السيستم كله جاي أستخدم به أو كله جاي أحوله بدلالة الريد لاين، كله جاي أخليه بدلالة الR. هسه إذا تلاحظون هنا IR1 ظلت ثابتة، هنا IB1 حولتها إلى أي مضروبة في IR1، هنا الـ IY1 حولتها إلى أي تربيع مضروبة في الـ IR1. هذا بالـ positive. بالنيجاتيف نفس الفكرة، الـ IR2 ظلت ثابتة، الـ IY2 حولتها إلى أي مضروبة في IR2، وكذلك الـ IB2 حولناها إلى أي تربيع مضروبة في الـ IR2. نفس الشيء بالنسبة للـ Zero Sequence، راح أخليهم بدلالة الـ IR0. ليش؟ لأنه اتفقنا انه السيستم احنا كله جاي نشتغل بدلالة الريد لاين او بدلالة الار. ومثل ما اخذنا سابقا انه الاي ار، هذه المعادلات مهمة، يعني هذه اساس يعني للحل، يعني راح نعتمد عليها بالحل. هسه عندي الاي ار، الاي ار اتفقنا انه مجموع البوزيتيف سيكونس كومبوننت والنيجاتيف سيكونس كومبوننت والزيرو سيكونس كومبوننت اوف ريد لاين، هذول مجموعهم اثنينهم. هذا راح اثبته او انزله مثل ما هو. جيد، اجي المن للاي واي. الاي واي يساوي لي اي واي 1 زائدا اي واي 2 زائدا اي واي 0. هذول اقدر ارفعهم، الاي واي 1 اقدر اعوض بمكانها اي تربيع اي ار 1. نعم نقدر. شلون؟ منين جبناها؟ هاي جبناها هسه منا اي واي 1، مباشره ارجع للشكل، اروح على اي واي 1، وين عندي اي واي 1؟ هذه اي واي 1. شو تساوي لي؟ تساوي لي أي تربيع في IR1، فراح أعوض مكانها أي تربيع IR1. هذه IY1 راح يعوض مكانها أي تربيع IR1 زائدا IY2. أرجع للشكل IY2،
هذه I Y 2 يساوي A مضروب في I R 2. إذن ال I Y 2 أرفعها أخلي مكانها A R 2. هذه ال I Y 2 راح نشيلها ونعوض مكانها A مضروب في A I R 2. تمام. ال I Y 0 راح أشيلها أخلي مكانها I R 0. ليش؟ لأن اتفقنا الزيرو كومبوننت كلهم متساوين كماغنيتيود. هسه هذه الـ IR بقت مثل ما هي، مثل ما موجودة عندي. هذه معادلة الـ IR. ليش؟ لأنه أنا أصلاً كلهم راح أحولهم بدلالة الـ Red Line. زين، الـ IY صارت مكان ما هاي سابقاً، هاي المعادلة سابقاً، هسه تحولت إلى هذه المعادلة. هذه الـ IY. نفس الفكرة بالنسبة للـ IB. الـ IB يساوي للـ positive sequence, negative sequence, zero sequence. أيضاً أعوض عن الـ IB1، أعوض عنه AR1. منين جبته؟ من نام للرسم. أروح على IB1، هذا IB1 شو يساوي لي؟ A في IR1. هذا الـ IB1 راح أعوض مكانه A R1. نفس الفكرة بالنسبة لمن؟ لل IB2 ولل IB0 مباشرة راح أعوض عنها IR0. تمام. هسه نجي، هسه إذا نريد نستخرج الزيرو سيكونس كارنت، الزيرو سيكونس كارنت، الزيرو سيكونس كارنت هو عبارة عن مجموع التيارات في كل الخطوط. يعني التيار in the red line, the current in the red line, current in the yellow line, current in the blue line، مجموعهم ايش ينطيني؟ ينطيني الزيرو سيكونس كومبوننت. يعني من اجمعهم ثلاث تيارات، من اجمعهم بالريد لاين واليلو لاين والبلو لاين، راح شنطوني زيرو سيكونس كارنت. اجي اعوض عنهم واحد واحد، اجي اروح على الاي ار. الاي ار شو يساوي لي؟ يساوي لي هذا الاي ار، يساوي اي ار 1 اي ار 2 اي ار 0. راح انزله، هو هنا يعني مختصر الحل مباشره، فراح انزل هذا المقدار، هذا عن من؟ عن الـ IR. أروح على الـ IY. الـ IY شقدر، شنو معادلة الـ IY؟ هذه المعادلة. وين هالـ IY؟ هذا الـ IY يساوي لي هذه المعادلة. ش أنزل؟ أي تربيع؟ IR1 زائدا A IR2 زائدا IR0. أنزلها هنا. نجي المن لل IB. يعني مجرد أنه أعوض عن المعادلات هاي هسه اللي استخرجناها. IB. IB وينها معادلتها؟ هذه معادلتها. أنزل A مضروبة في IR1 إلى آخره. A تربيع IR2 IR0. أنزلهم. هنا راح يعني ارتب الحل مالتي، راح يصير يعني هذا استخرج الـ IR1 عامل مشترك، راح يبقى عندي الـ IR2 ايضا عامل مشترك، راح تبقى عندي هذا المقدار، وهذول هنا اجمعهم ثلاثة يصيرون ثلاثة مضروب في IR0. هنا هسه شنو اللي راح نحتاجه؟ راح نحتاج هذا المقدار. هذا المقدار قلنا عليه قبل شوية انه هو مساوي صفر، يعني هذا يساوي صفر. واحد زائدا A تربيع زائدا A هذا يساوي صفر، فراح أعوض عنه صفر. منين جبناه؟ هذا جبناه يعني قبل شوية. هذا واحد زائدا A زائدا A تربيع يساوي صفر. نقدر نتأكد منه عن طريق الحاسبة. شلون نتأكد من عنده؟ واحد زائدا مباشرة يعني نكتب هيك، واحد زائدا بالحاسبة نظام البولر، واحد مية وعشرين زائدا
واحد 120 الكل تربيع بالحاسبة مباشرة راح ينطيني المقدار صفر. هذا طبعا مثل ما تعرفون انه يعني تروحون على نظام الكومبلكس وتعوضون بهاي القيم راح ينطيني صفر. تمام، ايضا هذا المقدار راح يكون صفر، فراح يبقى عندي هنا IR1 في الصفر، هذا صفر. IR2 مضروب في الصفر ايضا صفر، فراح يبقى او يساوي 3 IR0. اذا مجموع ذني التيارات في الثلاث خطوط اللي هي الR والY والبي Red, Yellow, Blue يساوي لي 3 مضروب في الـ Zero Phase Sequence Component of Red Zero Sequence Component of Red Line current in the red line ويساوي هسه هنا راح مجرد بس نرتبها يعني او بالضبط يعني هذا اطلعه zero sequence of the current هذا راح يساوي لي 1 على 3 مضروب في هذا المقدار. عمليه حسابيه بسيطه يعني هنا راح يصير عندي الاي ار 0 يساوي 1 على 3 مضروب في هذا المقدار. ليش؟ لأن هو أصلا إحنا بدينا منه، فهذا المقدار راح يساوي لي مباشرة شو يساوي لي؟ يساوي هذا المقدار يساوي 3 IR0 وعليه الـ IR0 يساوي 1 على 3 مضروب في هذا المقدار اللي هو مجموع التيارات في كل الخطوط. أيضا شو يساوي لي؟ هم لازم نخلي ببالنا هاي الفقرة، هسه هو راح ينطيني اياها ايضا بالملاحظات السابقة، بالملاحظات القادمة، يساوي 1 على 3 في I نيوترال. هذا المقدار مجموع التيارات، يعني ايش نستنتج؟ نستنتج انه مجموع التيارات يمثل لل I نيوترال. فال ال الزيرو سيكونس كرنت، الزيرو سيكونس كرنت، هذا هسه شو يمثل لي؟ هذا يمثل لي zero sequence current in the red line. وأعيد وأكرر شلون قدرت أعرف هذا zero sequence current in the red line. zero معناتها شنو؟ zero sequence current ال I رمز ال I تيار in the red line هو ال R هو ال R. بما انه هو يعني راح يناقش بصورة عامة فراح يلغي هنا الار، راح يلغي الار، فراح يقول انه الزيرو سيكونس كارنت مو شرط بس بالار، بالواي او بالبي، هو هذا القانون مالته الزيرو سيكونس كارنت بصورة عامة. هو هنا استخرجه فقط المن للار، هو هنا استخرجه بهذه المعادلة المن استخرجه للريد لاين، ورجع بعدين قال هذا القانون احنا نقدر نستخدمه مو بس للريد لاين، نقدر نستخدمه المن للواي ونقدر نستخدمه للبي. خلاص ليش ما نعطي معادلة بصورة عامة؟ فانطى معادلة عامة انه الزيرو سيكونس كرنت يساوي اللي هو هذا رمزه الزيرو سيكونس كرنت بأي لاين، يعني بأي لاين موجود R, Y, B إلى آخره، راح يساوي 1 على 3 في تيار الريد لاين، تيار الواي لاين، اليلو لاين، تيار البلو لاين. هذه بالنسبة لمن؟ للزيرو سيكونس كارت. احنا جاي نعتمد على هذه المعادلات بالحل، هذه المعادلات لازم تكون حاضرة. زين هسه نجي لمن؟ positive sequence current. ال positive sequence current هذه معادلة ال positive sequence current ايضا راح يجمع التيار، تيار بالred line وبالy line اليلو line وبالblue line ايضا راح يجمعهم مثل ما سووا يا من ويا الزيرو، لكن
والزيرو سيكونس. احنا متفقين سابقا انه الزيرو سيكونس كرنت there is no phase sequence between of the currents. ماكو بيناتهم فرق طور، ماكو موجودة زاوية بيناتهم، الزاوية اللي بيناتهم هي صفر بالزيرو سيكونس. جيد، لكن بالبوزيتيف سيكونس اكو زاوية بيناتهم بين ال R والY والبي. شنو هي الزاوية؟ الزاوية انه كالآتي مثل ما اتفقنا هذا على الرسم. نرجع على الرسم، على الرسم مالتنا. الزاوية بين ال B وبين ال R هي 120، بين ال B وبين ال C هي ايضا 120، بين الاسف بين البي والواي هي 120، بين الار هي اللي احتاجها انا، بين الار وبين الواي هي 240. ليش يعني ليش بالنسبه للار انا جاي اعتبر الار ريفرنس يعني كنقطه الانطلاقه مالتي، الريد لاين هو الريد لاين جاي استخدمه كريفرنس. تمام، فهسه شنو اللي اسوي بالبوزيتيف سيكونس؟ اللي اسوي بالبوزيتيف سيكونس اقول الاي ار كرفرنس ينزل زائدا الاي واي مضروبه في الاي على اعتبار انه اكو فرق بيناتهم هو 120 فرق بالزاويه. جيد، زائدا الاي بي مضروبه في الاي تربيع. ليش؟ على اعتبار انه اكو فرق بالزاويه بيناتهم 240 درجه. فايضا راح اجمعهم انا مثل ما سويت ويا من ويا هنا جمعتهم مباشرة. ليش؟ لأنه بالزيرو سيكونس ماكو فرق طور، ماكو زاوية بين ال R وال Y وال B. هنا لا، أكو فرق طور اللي هو شقد 120 بين ال R وال Y، 240 بين من بين ال R وال B. جيد، إذا هذا بالنسبة لمن؟ للبوزيتيف. جمعت تيار ال R مع تيار ال Y مع تيار ال B، إضافة إلى أنه ضربت تيار ال Y بال A وضربت تيار ال B بال A تربيع، لأنه عندي اتفقنا أنه عندي فرق طور بين الخطوط. فهسه شنو اللي راح أسوي؟ راح أسوي أنه أجي أعوض عنهم مباشرة. شعوض عنهم؟ أجي لل I Y، هذا ال I Y، هذه الاي واي معادلتها، هذه معادلتها، هذه بعد ما راح استخدمها. ليش؟ لانه انا اللي استخدمه كله بدلاله الار، فخلص انا هذا استخرجتها بدلاله الار، اجي انزلها هنا. هسه نزلت هنا، هو يعني حال مباشره، يعني مرتب الحل منطي بصوره مباشره. انا اجي انزل الاي ار، هذا الاي ار ينزل زائدا اي مضروب في الـ IY. أروح على الـ IY، وين الـ IY؟ هذا الـ IY أجيبه هنا، أخلي هذه القيمة أنزلها هنا زائدا أي تربيع في الـ IB. أي تربيع في الـ IB، الـ IB شقد؟ شو تساوي لي؟ تساوي لي هذه، فراح اجيبها هنا بعد ما ارتبهم واكمل الحل. واتفقنا انه هذا المقدار اذا يعني هنا راح يصير عندي الترتيب النهائي بهالصوره هاي، راح يصير عندي الـ IR1 مضروب في هالمقدار، IR2 مضروب في هذا المقدار، الـ IR0 مضروب في هذا المقدار. هذا اتفقنا انه هنا صفر، هذا صفر اقدر استخرجه مباشرة، فهذا راح يتكنسل عندي، هذا راح يتكنسل. زين، هذول شلون اقدر اعرفهم؟ هذول اقدر عن طريق الحاسبة. بالنسبة للـ IR هذا المقدار، هذا اقدر مباشرة ايضا عن طريق الحاسبة بسهولة. زين، هذا راح يطلع 3، هذا المقدار راح يطلع 3 مضروب في الـ IR1. الـ IR2 راح يطلع 0، هو هنا موضحة. او ايضا احنا نقدر
يعني نشيك عن طريق الحاسبة أيضا راح يطلع عندي يساوي الـ IR2 مضروب في الصفر فراح يتكنسل أيضا. فالمقدار المقدار النهائي يساوي الـ 3 مضروب في الـ IR1. جيد، أنا شنو اللي أريد أستخرجه؟ أريد أستخرج الـ IR1. إذن الـ IR1 شو يساوي لي؟ يساوي لي 1 على 3 في هذا المقدار. في هذا المقدار. هذا بالنسبة لمن؟ للريد لاين. أقدر أعممه على بقية الخطوط؟ نعم نقدر نعممه. شو نسوي؟ نحذف الـ R ونكتبه بصيغة عامة. I1 يساوي 1 على 3 في IR زائدا IY. هذا تماما هو نفس القانون، عادة بنفس الصياغة فقط حذف الـ R. ليش؟ على اعتبار أنه يقول لي هذا مو فقط للـ R أقدر أشتغل به، لا أقدر أشتغل بالنسبة للـ Y، بالنسبة لمن؟ للـ B بصورة عامة. نفس الفكرة راح نستخدمها بالنسبة لمن؟ للنيجاتيف. النيجاتيف راح انزل ايضا الاي ار زائدا الاي واي اضربها بمن؟ بالاي تربيع. ليش؟ نرجع للرسم. هذه الاي واي، هذا النيجاتيف عندنا، هذا الاي ار تنزل نفسها، الاي واي راح نضربها بمن؟ بالاي تربيع، على اعتبار انه الزاويه اللي بين الاي ار وبين الاي واي هي 240. أعتقد متوهم هو هنا بالتعبير، لأنه الزاوية اللي بين الـ IR بين الـ IY هي فقط 120. نعم 120 وليس 240، والزاوية اللي بين الـ IR وبين الـ IB هي أي تربيع. نعم، فإذن راح يصير عندي IR2، IR2 على حسب هذا الرسم طبعا، زائدا A R2 زائدا A تربيع IR2 على اعتبار هذا الـ R زائدا الـ Y زائدا الـ B. positive هنا الـ positive A مضروبة في الـ IY. هنا هو عاكسها، عاكس تطلع نفس الناتج بس هو عاكسها، عاكس انه مستخدم هنا بالبوزيتيف مستخدم فرق الطور بين بين الـ IR وبين الـ IY هو اي، هو اي تربيع. تطلع نفس الحل تماما، هنا نفس الفكرة، هنا نفس الفكرة، لكن هو فرق الطور راح يصير مكان ما هنا بالضبط، هذا راح يصير الحل. الترتيب كالآتي على ضوء هذا الرسم، ايضا هو جاي يشتغل على ضوء هذا الرسم. تمام، فراح تطلع عندنا الـ IR فرق الطور بيناتهم هنا اي واي بي، اي بي عفوا، اي تربيع في الاي بي، هنا في الاي، باعتبار انه النيجاتيف هذا
A في الـ IR2. نفس الترتيب هنا راح يصير الى بعد نفس الفكره اللي استخدمناها نعوض عنهم مباشره نجي لمن للاي بي نروح على الاي بي هذا الاي بي ننزل هذا المقدار مباشره مضروب بمن بالاي تربيع هنا عندنا الاي واي نروح على المقدار مالته ونضربه بالاي نرتب الحل راح نوصل لهذا الاستنتاج انه النيجاتيف سيكونس كرنت اللي هو هذا يساوي لي 1 على 3 1 على 3 مضروب في هذا المقدار زين هاي بالنسبه لمن هذا بالنسبة لمن للنيجاتيف سيكونس كارنت زين هنا منطيني هنا يعني هنا أنا اكو بعض الملاحظات هنا نقدر ايضا انه الاي تربيع كتبناها يساوي الاي وهذا المقدار يساوي هذا المقدار ويساوي لي صفر اتفقنا انه نقدر نتاكد منه عن طريق الحاسبة هذا استخرجناه بالنسبة للتيار هسه هذا مثل ما جاي تلاحظون هذا بالنسبة للتيارات نفس الـ هذه القوانين نقدر نستخدمها المن بالنسبة للفولتجز يعني بالنسبة للفولتية زين هذا اللي تكلمنا عنه انه الزيرو سيكونس كرنت يساوي 1 على 3 النيوترال كرنت هذه هذه الملاحظات اغلبها تكلمنا عنها هنا هسه منطيني بعض الامثله بروف ذات اثبت انه هذا المقدار مساوي الى هذا المقدار هنا هذه راح نحللها راح يصير عندنا 1 زائد اي 1 ناقص اي هنا نسحب الاي عامل مشترك نختصر هذا وهذا فراح يكون عندنا 1 زائد اي على اي 1 زائد اي من خلال هذا من خلال هذا القانون احنا هذا باعتبار انه حافظي فراح شو يصير عندي راح يصير عندي الاي تربيع اوديها لذيك الجهه راح يصير عندي سالب اي تربيع سالب اي تربيع يساوي 1 زائد اي زين فراح يصير عندي 1 زائد اي اعوض عنه بسالب اي تربيع على اي فراح يطلع عندي الناتج سالب اي هذا اول اثبات الاثبات الثاني هذا عليكم ايضا محلول هو موجود ننتقل لهذا المثال هنا منطيني in a three phase four wire system the current in R, Y and B lines under abnormal conditions of loading R as under هسه ايش منطيني هنا منطيني تيار ال R ومنطيني تيار ال Y ومنطيني تيار ال B طبعا هو ذاكر لي بالسؤال انه عندي abnormal conditions يعني شنو هو يعني السيستم واضح تماما انه هو غير متزن لانه تيار مقداره 100 بال R بالريد لاين ومقداره 50 باليلو لاين ومقداره 30 بال البلو لاين وايضا الزوايا اللي بيناتهم هي مو 120 180 330 يطلب من عندي يقول لي كالكوليت بوزيتيف نيجاتيف اند زيرو سيكونس كرنت وين ان ذا ريد لاين اند بعد وش يطلب من عندي ذا ريتيرن كرنت ان ذا نيوترال واير طبعا مثل ما تعرفون انه اذا كانت الاحمال غير متزنه فراح يصير عندي يعني تيار راجع عن طريق من عن طريق النيوترال كرنت فهو جاي يطلب من عندي انه احسب له الريتيرن كرنت يعني التيار الراجع اللي راح يتولد نتيجه الاحمال عفوا نتيجه التيارات الغير متزنه والغير متساويه
بالسيستم. زين شلون نقدر نحل مثل هيك سؤال؟ هسه اولا شو طلب من عندي هسه بالسؤال؟ هو احسب البوزيتيف اول شيء، وبعدين النيجاتيف، وبعدين الزيرو سيكونس. هو بادي مباشره بالزيرو سيكونس. الزيرو سيكونس ها وين؟ بالريد لاين. هسه يريدها فقط بالريد لاين، اليلو والبلو ما يريدها، يريد فقط بالريد لاين. احنا راح نستخدم القاعده العامه القانون. هسه راح نبدا بالزيرو، هو اصلا بادي بالزيرو سيكونس، قانونه هذا موجود. منين جبنا القانون هذا اللي يعني قبل شويه اشتقيناه؟ هذا اجي مباشره اعوض التيارات، هذا هو منطيني قيمتها 100 والزاويه 30، الاي واي ايضا منطيني قيمتها، والاي بي مباشره اعوض عنها، احسبهم اجمعهم عن طريق الحاسبه وانطي المقدار هذا بالريكتانجولار، وايضا اقدر احسبه بالبولر. هذا وين اللي جاي استخرجه؟ بالريد لاين. زين الاي هسه بوزيتيف كومبوننت، راح نروح على البوزيتيف سيكونس كومبوننت. شنو القانون مالتها؟ ايضا هذا القانون مالتها ايضا استنتجناه او قبل هذا المثال، نرجع عليه ماكو مشكله. هذا بالنسبة للبوزيتيف، هذا القانون هذا نجيبه ونعوض به القيم اللي عندنا مباشرة. هذا البوزيتيف عندي تيار ال R، عندي تيار ال Y مضروب في ال A، الاي اللي هي قيمتها 1 مضروبه في 120، زاويه مقدارها 120. الاي تربيع اللي هي قيمتها 1 مضروبه في زاويه 240. زين هسه واحد يقول هاي سالب 120، نفس الشيء اخوان، نفس الشيء. ال 120 سالب 120 هي نفسها ال 240، ليش يخليها؟ هو هسه راح ينوع بالحل، راح يستخدمها مره سالب 120 مره 240، على اعتبار انه ال بي تتخلف عن الـ R بمقدار 120 درجة. الـ B تتخلف عن الـ Y، عن الـ R عفوا، بمقدار 120 درجة. زين. في 30 هذه القيمة اللي هي موجودة عندنا الـ IB. هذه هو منطينيها 30 في 180. ايضا مباشرة عن طريق الحاسبة نقدر نوصل لهاي النتيجة. هنا النيجاتيف سيكونس شلون نطلعها؟ ايضا عن طريق القانون اللي استخرجناه قبل شوية. ايضا نعوض هنا الاي ار، نعوضه مباشرة 100 زاوية 30. الاي تربيع هنا مستخدمها 1 سالب 120، ماكو مشكلة، نقدر نستخدمها 1 240 في 50 والزاوية 300 زائدا 1 120 في 30 والزاوية 180. أيضا مباشرة عن طريق الحاسبة نستخرج هذا القانون. current in the neutral wire or اللي هو مسميه the return current in the neutral wire. النيوترال واير هو راح يكون مجموع التيارات، مجموع التيار اللي بالR، مجموع التيار اللي بالY، مجموع التيار اللي بالB. فراح شنطيني، راح ينطيني هذا المقدار، هذا مقدار النيوترال واير. عندنا هذا المثال الثاني، the current in a three phase unbalanced system R. منطيني التيار الـ R مقداره هذا، تيار الـ Y هذا مقداره، تيار الـ B هذا مقداره. الـ phase the phase sequence in R phase sequence للسيستم هو R Y B. calculate zero positive negative sequence component of the current. تمام.
أول شيء راح نحسب الزيرو فيز. الزيرو فيز سيكونس كومبوننت القانون مالته مباشرة نقدر نستخدم القانون أيضا اللي استخرجناه. نعوض التيارات هنا، نعوض التيارات، هذا الاي ار، هذا الاي واي، هذا هو منطيني اياهن بالسؤال، فنعوضها. راح نستخرج الاي ار زيرو، لكن هو هنا شنو اللي طالبه؟ طالب كالكوليت زيرو positive and negative components of the currents، يعني ما التيارات لكل الخطوط الريد واليلو والبلو لاين. هذه الصفحة الصور مكررة. احنا وصلنا هنا هسه، هذه استخرجنا المن للريد لاين، اجينا عوضنا التيارات، هذه هو منطيني اياهن، تمام، استخرجنا هذا المقدار. هسه positive phase sequence component ايضا in the red line IR1، نفس القانون، هذا القانون مفروض حاضر احنا حافظين، هذا من الثلاث قوانين اللي استخرجناها. زين، ايضا مباشرة نعوض به. زين، هنا الاي منين نجيبها؟ الاي احنا نعرف مقدارها 1 مضروب في الزاوية 120 درجة، اي تربيع 1 240 درجة. زين، اوكي، ها هنا انا هنا منطي الاي واي، بما انه هو منطي بالركتانجولر، منطي الاي واي بالركتانجولر والاي بي بالركتانجولر والاي ار ايضا بالركتانجولر، نقدر نستخدم قيمة الاي بالركتانجولر، ماكو مشكلة، اللي هي هاي سالب 0.5 زائد جي 0.866، هذه القيمة، هذا القيمة مكافئة الى 120. هاي انتهينا منها بالنسبة لمن لل positive phase sequence، هذا المقدار. تريد تخليه بالركتانجولر، تريد تستخرجه بالبولر، ماكو مشكلة. النيجاتيف فيس سيكونس الاي ار 2 ايضا هذا القانون حاضر اللي احنا هسه استخرجناه قبل شوية، ايضا نجيبه ونعوض به مباشرة. فراح نستخرج هذا اللي راح نستخرجه، ذول اللي استخرجناهم كلهم المن للار او للريد لاين. هسه نجي المن لليلو لاين. اليلو لاين شو نستخرج؟ اي واي 0. الاي واي 0 احنا نعرف مساويه المن للاي واي للار اي ار 0، ومساويه المن للاي، هذا وتساوي، حتى نخلص منها هاي فد مره، الاي بي 0 وتساوي هذا المقدار. تيت بوزيتيف فيز سيكونس احنا نعرف كل زين انه الاي واي 1 شو يساوي لي بالبوزيتيف؟ شو يساوي لي؟ يساوي اي تربيع مضروبه بمن؟ اي ار 1 تساوي الاي تربيع مضروبه في الاي ار 1، هذا اللي ثبتناه بالرسم بالبدايه. هذا هسه هذا البوزيتيف، هذا الاي، سأنا جاي استخرج البوزيتيف سيكونس لليلو، هذا اي واي 1 شو يساوي لي؟ يساوي لي اي تربيع مضروبه بمن؟ بالاي ار 1. الاي ار 1 انا استخرجته هسه، استخرجته بالمثال، فقط اضربه بمن؟ اضربه بالاي تربيع، راح ينطيني الاي اي 1. زين، الاي اي 2 هسه اللي راح استخرجها بالنيجاتيف، فقط الاي ار 2 ايضا استخرجتها انا، اضربها بالاي تنطيني الاي واي 2. نرجع للمثال،
هذا ال I Y 1 شو يساوي؟ أي تربيع مضروبة بمن؟ ب I R 1 زين؟ I Y 2 تساوي أي مضروبة في I R 2 فقط. نرجع هاي هذه القوانين مثبتة على الرسم، هذه القوانين مثبتة على الرسم، نقدر نروح ناخذها من الرسم مباشرة، وأيضا من الرسم يعني بالاشتقاقات أيضا استخدمناها احنا. هذا يعني هذا شو يقصد به؟ يقصد به أنه بحالة البوزيتيف سيكونس، أعيدها هاي الفكرة، أنا كررتها أكثر من مرة بس حتى خاف ما نخربط بيها. نقصد اللي أقصد به هذا شنو؟ هاي هنا هسه هذه الفكرة بحالة البوزيتيف، أنه الآي اللي يمر باليلو لاين الآي Y1 مركبة البوزيتيف راح شو تساوي لي؟ تساوي ال IR1، هو نفسه نفس مركبة البوزيتيف اللي تمر بالرد لاين، فقط نضربها بمن؟ بالأي تربيع. ليش أضربها بالأي تربيع؟ لأنه هذه تبعد عنها أو تتأخر عنها بزاوية أو بمقدار زاوية 240 درجة، لكن كماغنيتيود كقيمة هو نفس القيمة. فإذا راح أعوض عن IY1 شو يساوي لي؟ IR1 اللي هو نفس القيمة، ذولا متساوين، مضروبة في أي تربيع. أي تربيع معناتها أنه زاوية فرق الطور بيناتهم هي 240 درجة. هسه نحول علما على البلو فيز. البلو فيز اتفقنا أو استخرجناها هذولي نفس القيم، استخرجناها احنا لل IR0 IY0 ال IB0 نفس القيمة. زين positive phase sequence هنا ايضا هو متوهم. ال positive phase sequence اللي هي ال IB1، ال IB1 هو كاتبها A تربيع، هي A ال IB1 تساوي A مضروبة في ال I R1، يقدرون تأكدون من عتم عن طريق الرسم. ال IB2 هي ال A تربيع مضروبة في ال IR2. ال IR2 احنا استخرجناها بالرد لاين بالبداية. هذا المثال انتهى. هسه نجي لمن لهذا المثال. هسا اعتقد راح ينطي يعني راح نحل نفس الحل، لكن راح يغير على الفولتيات. The sequence voltages in the red phase are as under. ايش منطيني؟ منطيني sequence voltages، هنا منطيني مركبة الزيرو sequence، وهنا منطيني البوزيتيف بالرد لاين، وهنا منطيني النيجاتيف، منطيني هاي يعني المقدار. هنا 100، هنا 200 ناقص جي 100 فولت، هنا سالب 100 فولت. Find the phase voltage ER EY EB. جيد، سؤال اعتقد سهل جدا. يعني ال ER تمثل لي مجموع الفولتيات، مجموع المركبات البوزيتيف والنيجاتيف والزيرو، آسف زيرو بوزيتيف نيجاتيف، مجموعهم ايش ينطيني؟ ينطيني ال ER. واذا حسبت ال ER اقدر اي شيء استخرج من عنده، كل القوانين موجودة عندي. هسه هذا مثل ما اتفقنا الـ ER هو تمثل لي مجموعهم، مجموع المركبات الثلاثة الزيرو والبوزيتيف والنيجاتيف، ذولي كلهم معطيات عندي، فأجمعهم راح ينطيني هذا المقدار. تمام. الـ IY آسف EY لأن هنا فولتية، الـ EY شو يساوي لي؟ يساوي لي هذا المقدار. الـ ER نفس بالنسبة للتيارات، ال ER0 زائدا A تربيع ER1 زائدا A ER2، هذولي كلهم موجودين، هذا معطى بالسؤال، هذا معطى بالسؤال، هذا معطى بالسؤال، فقط ال A تربيع، ال A تربيع هنا
عوض عنها بواحد 240 أو نقدر نعوض عنها واحد ناقص الزاوية واحد زاوية واحد مضروبة عفوا واحد مضروب في الزاوية ناقص 120 درجة. هذا الحل أيضا نحله مباشرة نقدر عن طريق الحاسبة نتوصل إلى هاي القيمة. الـ EB نفس الفكرة، هذا نفس الشيء أيضا نقدر من خلال الرسم نستنتج هذا الشيء، استنتجناه بالنسبة للتيارات، هسه جاي طبقه على الفولتيات. هذا المثال انتهى. عندنا هذا المثال هنا the zero and positive sequence component of red phase as under. شو منطيني؟ منطيني الزيرو sequence component ومنطيني البوزيتيف sequence component. if the phase voltage منطيني الفولتية وين على red line منطيني الفولتية. if the phase voltage اللي هي ER تساوي 3 والزاوية 0 find the negative. جيد، احنا نعرف انه هذا القانون عندنا الفولتية على red line تمثل لي مجموع المركبات 0 positive negative الكل. هذا معطى عندي، هذا معطى عندي، هذا معطى عندي، ايش بقت عندي؟ النيجاتيف ويريد. مجرد اعوض مجرد اعوض ارقامهم راح احصل على الاي ار 2 اللي هي شو تمثل؟ تمثل النيجاتيف سيكونس كومبوننت ان ار او ريد فيز. زين، بعد شو طلب من عندي بالسؤال؟ and هنا ال negative sequence component of the red phase and the phase voltages EY يعني الفولتية على ال yellow phase وال blue phase. جيد، إذن أيضا سهلات شلون نقدر نحصلها؟ هذا القانون احنا عندنا موجود مباشرة نعوض. هذه عندي، هذه موجودة البوزيتيف، هاي النيجاتيف احنا استونا استخرجناها، فقط نعوض. الاي بي كذلك نفس الفكرة، هذا القانون ايضا مثبت عندي للتيار، راح احوله فقط للفولتية. زين، وذول كلهم موجودين عندي، وهنا هاي الاي انا اعرفها، راح تطلع عندي ها طبعا 0 فولت راح تطلع، لكن فقط انه عوض الارقام راح تطلع واضربها بالحاسبه راح تطلع عندي الناتج مباشره. نكمل هذا المثال. هنا the current from neutral to ground، عند التيار اللي بالنيوترال to the ground يعني اللي يسري بالنيوترال واير مقداره هو 12 امبير، 12 امبير، وجاي يطلب من عندي calculate zero phase sequence. الزيرو phase sequence component هذه اتفقنا انه واحد من القوانين تساوي واحد على ثلاثة من الـ IN مثبتة بالقوانين السابقة اللي حكيناها. مباشرة هذه أعوض عنها 12 فراح يطلع عندي Zero Sequence Phase Component هو 4. يعني سؤال سهل جدا. هذا السؤال أيضا سهل، راح أوضح فكرته ويبقى الحل موجود. أنتوا شوفوا الحل، وإذا واجهتكم أي مشكلة ان شاء الله انا راح اكون حاضر يعني بالاجابه. عندنا هنا balanced star connected load، يعني عندي عندي هذا علش يعني هنا هذه الاحمال مربوطه بصيغه الستار. takes تاخذ 90 امبير from تاخذ 90 امبير from three phase، تاخذ من three phase four wire
صح هي 3 فيز لكن اكو عندي واير اضافي المن ليش 4 واير يعني واير اضافي للنيوترال 4 واير سبلاي if the fuses in the YB هسه النظام ايش بيه النظام لحد هنا النظام هو متزن ما بي اي مشكلة احمال عندي احمال هذه مربوطة بطريقة الستار مع هذه الـ R والY والبي مع هذه المصادر هذا المصدر مالتها زين جيد لهنا ماكو مشكلة هنا عندي فيوز على اليلو لاين والبي لاين فهسه شو يقول if the fuses in the Y and B phases are removed يعني لظرف ما الفيوز يعني قد ضرب انه يعني هنا صار عندي قطع بالدائرة هنا يعني ظل الواي ما يقدر يغذي هذا اللاين والبي ما يقدر يغذي هذا اللاين فقط ظل هذا اللود معتمد على يمن على الار على الاي ار فقط ليش لسبب ما انه هذا الفيوز يعني هذا الواي لاين والبي لاين وخرنا هو يعني هو جاي يقول بالسؤال if the fuses in the Y and B phases are removed وخرناهم يعني مو وخرناهم وإنما لي قد حدث مشكلة بالسيستم find the symmetrical component find the symmetrical components of the line current of the line current before the fuses are removed أول مرة جاي يطلب من عندي symmetrical component of the line current before the fuses are removed احنا قبل لا نوخر الفيوزات او قبل لا يضرب عندنا السيستم السيستم ايش بيه كان balanced متزن السيستم طبيعي كان يشتغل فالسؤال هنا اقدر اطبق السيمتريكال كومبوننت على نظام متزن لو ما اقدر نعم نقدر زين اذا طبقنا السيمتريكال كومبوننت احنا السيمتريكال كومبوننت ليش نطبقها نطبقها على الانسيمتريكال فولت اذا صار عندي انسيمتريكال فولت اقدر احلها بطريقه السيمتريكال كومبوننت لكن اذا هسه جاي يطلب من عندي انه جد السيمتريكال كومبوننت ها اوف ذا لاين كرنت قبل بيفور ذا فيوزز ار ريموفد قبل لا يضرب السيستم قبل لا او نوخر الفيوزات اللي هن باللاين واي ولاين بي فهنا اذا النظام متزن قبل لا نوخر الفيوزات النظام يشتغل طبيعي متزن قبل لا نوخره النظام طبيعي زين نقدر نلقى السيمتريكال كومبوننت للنظام متزن نعم نقدر زين ايش راح تكون عندنا يا مركبه فقط البوزيتيف فقط البوزيتيف النيجاتيف والزيرو سيكونس كومبوننت فور بالانسد سيستم ار زيرو النيجاتيف والزيرو سيكونس كومبوننت ار زيرو فور بالانسد سيستم للنظام المتزن مركبه النيجاتيف والزيرو اثنينهم اصفار فقط البوزيتيف اللي هي طب النظام الاوريجينال سيستم جيد بعدين شو يطلب من عندي after the fuses are removed جيد هسه هنا سؤال هنا صحيح منطقي هو حتى السؤال السابق منطقي لكن احنا ما استخدمناه بالحل يعني بالامثله ما مرينا عليه هيك سؤال هنا السؤال الثاني او عفوا الفرع الثاني المطلب الثاني يقول بعد after the fuses are removed بعد ما وخرنا الفيوز او هنا انقطع عن الحمل الواي لاين وتيار الواي وتيار البي ظلوا ما يعني ما يوصلون لتغذية هذا اللود لسبب يعني قطع هنا بالواير صار عندنا فقط اللود ظل معتمد على الاي ار فهنا صار عندي امبالانس صار عندي نظام غير متزن
وهذا هذا الشيء طبيعي هسه اللي حليناه بالامثله. نظام امبالانس نقدر نحله بالسيمتريكال فولت. اتمنى تحاولون تحلون هذا المثال. واي شيء ما واضح او اي استفسار عندكم ان شاء الله راح اكون حاضر، واتمنى انه هذا الموضوع يكون واضح بالنسبه لكم. شكرا جزيلا.